باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها أمين. النهاردة هنتكلم عن الموضوع الثاني في مادة اللاهوت المقارن، وهنتكلم النهاردة الحقيقة عن موضوعين، لطاف ومش كبار لكن مهمين جدا. الموضوع الأول هنتكلم عن التقليد. نقصد ايه بالتقليد؟ هل انه واحد يقلد واحد يعني؟ لا، مش التقليد اللي هو واحد يقلد حد، لكن قريب مثلا يقول لك العادات والتقاليد. لكن التقليد في المصطلح الكنسي بيعبر عن كل تعليم وصل إلينا من ربنا يسوع المسيح والآباء الرسل والمجامع المسكونية. لكن ما تذكرش في الكتاب المقدس صراحة التعليم الآباء الرسل اللي جات لنا من غير ما تذكر في الكتاب المقدس، وده شيء طبيعي لأن الكتاب المقدس نفسه قال لنا كده. القديس يوحنا الرسول يقول أشياء كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، ولكن دي كتبت لتؤمنوا. طيب اللي ما تكتبش ده راح فين؟ ضاع؟ لا، وصل إلينا عن طريق التقليد. ربنا يسوع المسيح اختار 12 تلميذ و70 رسول، لكن هل كلهم كتبوا؟ ده اللي خلى اللي كتبوا ما كتبوش كل حاجة. كم واحد من ال 12 وال70 كتب غير القديس بولس الرسول كمان؟ لو عديناهم هنلاقيهم يتعدوا على صوابع الايدين. الاربع بشاير يبقى كده كام؟ سفر اعمال الرسل القديس لوقا من الاربعة، رسائل القديس بولس الرسول يبقى كده خمسة. انا بتكلم على الاباء اللي كتبوا، مش كده؟ رسائل القديس بطرس في الكاثوليكون يبقى ستة، رسالة يعقوب سبعة، رسالة يهوذا تمانية، ده اللي براكسيس والكاثوليكون، وسفر الرؤيا القديس يوحنا. يعني كتاب العهد الجديد كلهم كم واحد؟ 8 افراد. طب بقيت الاباء الرسل اللي ربنا اختارهم التلاميذ والرسل اللي كرزوا بالانجيل في المسكونة كلها، تعلمهم راحت فين؟ راحت؟ ضاعت؟ لا، وصلت عن طريق التقليد. والتقليد اعتمدت عليه البشرية من قديم الزمن، لأن أول شريعة مكتوبة جت إمتى؟ كتبها موسى النبي، وده عاش في القرنين الخمستاشر والاربعتاشر قبل الميلاد.
طب ده قبليه كان آلاف سنين أيضا. كيف عاشت البشرية من أول أبونا آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب وكل الآباء دول؟ كانوا عايشين ازاي؟ وعرفوا تعاليم ربنا ازاي؟ كانوا بيعتمدوا على الايه؟ على التقليد. فالتقليد بدأ من بداية البشرية، اللي يثبت كده الكتاب المقدس نفسه هو اللي اثبت ايه كده. يعني الكتاب المقدس يحكي ازاي ان هابيل الصديق قدم قربات من ابقار غنم ومن سمانها، طب عرف ازاي ان القرابين بتقدم ذبائح بالصورة دهيت، لدرجة ان معلمنا بولس الرسول يقول في رسالته للعبرانيين: بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين. طب عرف ازاي ان لازم يقدم ذبيحة؟ عرفها منين؟ من آدم. لأن أول، طب مين اللي علم آدم؟ ربنا نفسه لما صنع له أقمصة من جلد ولبسه هو وحواء، فبدأت فكرة الذبيحة منذ القديم. نفس الوضع نلاقي الآباء البطارقة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب أيضا، كلهم قدموا ذبائح ومحرقات. مين عرفهم؟ مين علمهم؟ هل كان في شريعة مكتوبة؟ لا، من التقليد. يبقى مين بيشهد للتقليد هنا؟ الكتاب المقدس نفسه. ازاي بيحكي ان ابونا نوح بعد الطوفان اول حاجة عملها لما خرج من السفينة بنى مذبح وقدم عليه ذبائح لربنا؟ وابونا ابراهيم اشتهر بهذا الامر، بنى مذبحا عند بلوطة مورة وقدم عليه الذبيحة. طب منين عرف نوح ان لازم ذبيحة؟ ده كمان نوح مش عمل ذبيحة وبس كده، لا، ده يتقال عن ابونا نوح ايه؟ يقول اخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. طب منين عارف أولا فكرة الذبيحة؟ ومنين عارف الحيوانات والطيور الطاهرة وغير الطاهرة؟ مين اللي قال له عليها؟ إذن كانت البشرية عايشة في عبادتها وعلاقتها مع ربنا معتمدة على الإيه؟ التقليد المسلم من الآباء. ده في حاجة جميلة قوي أما بيتحكي عن أبونا إبراهيم،
مع ملكي صادق لما قابله. فقيل عن ملكي صادق أنه كاهن الله العلي. إبراهيم قدم له العشور، يقول وأعطاه عشرا من كل شيء. وهنا نقف متحيرين، فكرة الكهنوت مين اللي علمها وقالها وما كانش لسه الشريعة جت؟ وفكرة خضوع أبونا إبراهيم لملك صادق، لأن هو بارك أبونا إبراهيم، وزي ما بيقول الكتاب بدون منازعة الأصغر يبارك من الأكبر. ليه؟ عشان هو كاهن الله العلي. ومنين عرف إن يتقدم العشور وما كانش لسه الشريعة جت؟ ياه، كل دي كانت تعليم، اللي هي تعليم الكتاب المقدس بالفعل من قبل ما تكتب كانت موجودة، وربنا علمها لآدم، وآدم بيسلمها لأولاده، وفضلت تنتقل من جيل إلى جيل. ده حتى أيام أبونا يعقوب لما صلى ربنا وقال له ايه؟ كل ما تعطيني فاني اعشره لك. طب ليه قلت كده يا ابونا يعقوب؟ ليه تعشره؟ عرفت منين انك لازم تقدم العشور؟ من التقليد. حاجات كتيرة نلاقيها كانت معروفة من قبل الكتاب المقدس ما يبقى مكتوب، الناموس والأنبياء والعهد القديم حتى كله. لما يعقوب هرب من وجه أخيه عيسو، ولما جه نام ورأى السلم المنصوب اللي واصل من الأرض للسماء والملائكة طلع ونزل عليه، يعقوب بص على هذا المنظر وقال ايه؟ ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبعدين خد حجر حطه تحت راسه، أقامه عموده، وصب عليه زيت. طب عرف ازاي فكرة بيت ربنا؟ بيت الله، ان ربنا يبقى له ايه؟ بيت مقدس للعبادة. والاكتر من كده ان لما حب يدشنه صب عليه ايه؟ زيت. طب مش هو ده اللي بنعمله لغاية دلوقتي؟ التدشين بيتم ازاي؟ اما بندهن بزيت الميرون. طب منين عرفت كل ده يا ابونا يعقوب؟ من التقليد. وكانوا الكتاب نفسه لما بقى فيه شريعة مكتوبة بتعلمنا ان احنا نحافظ على التقليد، لان مش كل حاجة مكتوبة زي ما قال القديس يوحنا. حاجات كتيرة ربنا يسوع المسيح علمها ومعجزات عملها ما اتكتبتش، فدي الكنيسة بتحافظ عليها من خلال التقليد. عشان كده كان دايما في وصايا لما بدأ يبقى في كتاب موجود
الكتاب لم يلغي التقليد. صحيح بقى في نصوص موجودة، لكن هذه النصوص لم تلغي ايه؟ فكرة التقليد، لان مش كل حاجة مكتوبة، بل ان الكتاب بيوصي، يقول يسلموا، بيوصوا اولادهم ويسلموهم التعليم، وامرهم ان يخبروا اولاد امرهم ان يخبروا اولادهم بقصة ومناسبة تكريس كل بكر فاتح رحم للرب. توصوا اولادكم ان يعملوا كده، والكتاب يقول احترزوا، انما احترز واحفظ نفسك جدا لئلا تنسى نفسك ما ابصرت عيناك، ولئلا تزول من قلبك كل ايام حياتك، وعلمها اولادك واولاد اولادك من بعدك، عشان لما يجوا يسالوك في المناسبات والذبائح والاحتفالات كلها، طب احنا بنعمل كده ليه؟ فيبدأوا يحكوا لهم الحكاية ويشرحوا لهم. واحنا حتى يعني اثباتا لمبدأ التقليد ان بنلتزم به ونؤمن بكل ما جاء فيه، نلاقي أبائنا الرسل في العهد الجديد ذكروا بعض الأحداث والأسماء في العهد الجديد، في الكتاب المقدس في العهد الجديد، لم تكن مذكورة ومكتوبة في العهد القديم. طب عرفوها منين؟ من التقليد. يعني وهنا إقرار بأهمية التقليد. زي ايه؟ طبعا في امثله انتوا شاطرين وعارفينها. معلمنا بولس الرسول لما بيذكر اسم الساحرين اللي قاوم موسى النبي، يقول وكما قاوم يانيس وينبريس موسى كذلك هؤلاء ايضا يقومون الحق. انتوا لو فريتوا وقريتوا العهد القديم كله مش هتلاقوا الاسماء دي موجوده. طيب معلمنا بولس الرسول جابها منين؟ جابها من التقليد. نفس الوضع اللي حصل في العهد القديم حصل بصورة مصغرة في العهد الجديد. يعني في العهد القديم الشريعة المكتوبة اتكتبت بعد آلاف السنين. طب في العهد الجديد ربنا أمر تلاميذه قال اذهبوا اكرزوا في جميع الأمم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، وانطلق الآباء الرسل وبدأوا يبشروا، وفي ناس أمنت بالمسيح وظلوا سنوات بالكرازة والتسليم الشفهي، ولم يكن لسه فصول العهد الجديد قد كتبت بعد، لأن ربنا يسوع المسيح ما سابش إنجيل مكتوب، الآباء الرسل كتبوه بعد كده وظلوا على هذا الوضع سنوات عديدة. فأولا العهد الجديد ما اتكتبش مباشرة، ثانيا حتى لما اتكتب زي ما قلت لكم مش كل حاجة اتكتبت، وده اتكرر كتير زي ما الأمثلة اللي قلتها لكم عن القديس يوحنا واللي قاله، ومن وصف الكتاب نفسه. يعني ما معلمنا لوقا يقول وعنا كان عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه،
احنا لو قلنا المسيح فتح كم اعمى اللي اتذكر حاجات معدودة، او كم ميت تقولوا له العازر وابنة ييروس وابن ارملة نايين، فتح كم اعمى، شفى كم مفلوج. طيب ده هنا بيقول كل الذين عندهم امراض بانواع كتيرة كانوا يقدمونهم اليه ويشفيهم. اذا حصل كتير معجزات كتيرة جدا 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 لم تكتب. وفي موضع اخر معلمنا متى يقول ايه، وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. قال كان بيعلم، لكن ذكر كان بيعلم ايه؟ تفتكر هو معلمش غير الموعظة على الجبل؟ لا، ده قعد سنين، اكتر من 3 سنين يعلم. فين ده كله؟ ضاع؟ لا، ده كله وصل لنا عن طريق التقليد. ده بعد القيامة لما قام وقابل تلميذي عمواس، الكتاب يوصف معلمنا لوقا يقول ايه، وبدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. ده ايه ده؟ ده شرح رائع. خسارة ان ما اتكتبش. يعني من موسى وجميع الأنبياء يشرح الأمور المختصة به في جميع الكتب. طب دي لو اتكتبت كانت تاخد قد ايه؟ كان نفسنا تبقى مكتوبة، لكن هل يا ترى فقدت؟ لا، بقت احنا معاشة. كل اللي بنشوفه في الكنيسة من ترتيب وطقوس وكل سر له طريقة في أدائه وله ترتيب، كل الحاجات ده هي بتعبر أو بنعرف إزاي إن الكنيسة استلمتها حتى لو لم تذكر في الكتاب، لكن عاشتها الكنيسة وما زالت عايشاها. يعني فترة 40 يوم بعد القيامة دي كلها ما اتذكرش فيها حاجة مكتوبة كتير، ولكن كل هذا لم يفقد، ولكن عاشته الكنيسة أو عاش به المؤمنون، لأن هو نفسه قال كده: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. مش مجرد معرفة ذهنية، لا، دي حياة بنعيشها. عشان كده نقول ان التقليد هو حياة الكنيسة، او بيعبر عن الكنيسة الحية. طيب يا ترى هو سلمه للآباء الرسل مش مكتوب، مش ممكن يتعرضوا كبشر ان ينسوا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لا، عايز اعرف، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ينسوا التفاصيل وحاجات ولا مش ممكن؟ نعم، هم كبشر ممكن ينسوا، لكن ربنا يسوع المسيح اداهم الروح القدس بقى يخليهم ما ينسوش. امال يقول لهم ايه؟ يقول لهم متى حل عليهم الروح القدس؟ قال ايه؟ يذكركم بكل ما قلته لكم.
عشان كده في قانون الإيمان نقول الروح القدس الناطق في الأنبياء، يقول لهم يعلمكم بكل ما أوصيتكم به ويذكركم بكل ما قلت إيه لكم. فكل حاجة الروح القدس حفظها وذكر التلاميذ وأعلمهم بيها عشان ما تروحش، وصارت حياة معاشة عايشينها. ونفس الشيء اللي حصل في العهد القديم في العهد الجديد، زي ما قلنا الرسل ما قالوش كل حاجة، يعني شوفوا معلمنا بولس الرسول نفسه احنا بنقول كتب كتير، 14 رسالة. طيب ال 14 رسالة دول بالنسبة لكرازة المعلمنا بولس الرسول تعتبر جزء ضئيل جدا من اللي علم بيه، ده في روما وحدها مرة قعد هناك استأجر بيت وقعد فيه سنتين، ده في الفترة الأخيرة بس استأجر بيت قعد بيه سنتين، يقول أقام فيه سنتين كارزا بملكوت الرب ومعلما بكل مجاهرة. سنتين بحالهم ده، شوفوا احنا لما نتكلم معاكم ساعة ولا ساعتين بنقول قد ايه وممكن يتكتب قد ايه، سنتين. طب التعليم بتاعت السنتين دي لوحدها فين؟ مش كل حاجة اتكتبت. عشان كده دايما نتذكر قول الآباء الرسل أنفسهم، كانوا يميلوا أكتر إن التعليم دي يبقى معاشة. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول الأشياء الأخرى لما أجي أرتبها. القديس يوحنا يقول ايه؟ اذ لي كثير لاكتب اليكم لم ارد ان يكون بورق وحبر، لاني ارجو ان اتي اليكم واتكلم فما لفم. رغم الرسائل والانجيل والرؤية اللي كتبها الا انه كان يفضل يتكلم فما لفم. وكرر نفس الامر في الرسالة الثانية والثالثة، سواء هو أو معلمنا بولس الرسول. أما بعت لأهل كورنثوس يقول لهم أما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها. يترتبها إزاي؟ طب الترتيب ده ضاع؟ لا، عشان كده مدخله مثلا أي كنيسة أرثوذكسية في كل العالم تلاقوا ترتيب الصلوات والطقوس واحد، وكل حاجة ليها ترتيب ونظام. ما اكتفاش ان هو هيكتبه، لا ده لازم يبقى معاش، يستلموه كحياة معاشة تحيا بها الكنيسة. ده مش كده وبس، ده يقول له معلمنا تيتوس تلميذه يقول له من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل الأمور الناقصة اللي أنا ملحقتش أقوله أنت استلمته مني إيه تكمله، وتقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك. شوف تكمل الأمور ناقصة وتقيم قصوصا كما إيه اللي هي رسامة الكهنوت. عشان كده تلاقوا كل درجة وكل رتبة في الكهنوت ليها طقس. الطقس ده استلمناه منين؟ مش اختراعات، لا ده تسليم رسولي من الآباء الرسل أنفسهم، سواء الصلوات اللي بتتقال او الشروط اللي على اساسها بيتم الاختيار.
ويوصي تلميذه تيموثاوس ايضا، مش ان اللي انا كتبته لك وبس تحتفظ بيه، مش الرسالتين اللي انا بعتهم لك هم كل حاجة، لا، ده يقول له ايه؟ وما سمعته مني بشهود كثيرين. وما سمعته مني بشهود ايه؟ كثيرين. اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء او اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. يعني في حاجات انت مش قريتها رسالة بعتها لك، لا سمعتها دي، ما تضعش كده، ولكن ايه؟ تودعها وتسلمها لأناس أمناء يعني يحتفظوا بيها، لا يعوجوها ولا يزودوها ولا ينقصوها، ويكونوا أكفاء شاطرين يقدروا يعلموا وينقلوا كل الأمور دهيت بدقة. ويظل التتابع بقى، جيل يسلم جيل، سلسلة كده. عشان كده مثلا تيجي مثلا سلسلة الباباوات، نقول البابا توادرس الثاني رقم كام في الآباء البطارقة؟ 118. شوفوا محفوظين. أب يسلم أب، جيل يسلم جيل، جيل يسلم جيل، لغاية الإيمان يوصل لنا هو هو كما كان. عشان كده اللي بيحاولوا بس يعتمدوا على الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس ويلغوا ما هو مسلم من التقليد بيخسروا كتير، وحتى نفسهم بيخالفوا الكتاب المقدس، لأنهم بينسوا أن الآباء الرسل قالوا لا أريد بورق وحبر ولكن فمن لفم. طب الفمن لفم دوت راح فين؟ هيخسروه إذا ما أمنوش بالتقليد. في حاجات كتيرة احنا عايشينها في الكنيسة او في حياتنا، تلاقوا المسيحيين في كل العالم رغم اختلاف معتقداتهم او مذاهبهم يؤمنوا بها رغم انها ما جاتش في الكتاب المقدس. زي يوم الحد، تقديس يوم الحد، هل في وصية صريحة لتقديس يوم الحد؟ لا، السبت كان السبت، لكن ازاي ان السبت بقى في العهد الجديد او السبت كان رمز للاحد؟ هل ده جيب طريقة صريحة في الكتاب؟ فده استلمناه من التقليد. وحتى الكنائس البروتستانتية نفسها التي لا تؤمن بالتقليد، احنا بناخد التقليد ليه النهاردة؟ لان دي نقطة خلاف بيننا وبين اخواتنا البروتستانت. البروتستانت يقولوا احنا لينا الكتاب المقدس ولا يؤمنون بالتقليد، فرغم ان هم لا يؤمنون بالتقليد الا انهم تلاقوا برضو يوم الحد بالنسبة لهم في كل العالم بيبقى يوم له قيمته الدينية والروحية، رغم ان اللي اتذكر في العهد القديم اذكر يوم السبت لتقدسه. لكن ازاي ان السبت ده بقى رمز للاحد؟ وعشان كده كنيستنا الى هذا اليوم تحترم السبت ولو مكانته، لكن القيمة الأكبر للمرموز إليه اللي هو يوم الحد.
طب ده جه منين؟ جه من التقليد. تلاقوا سر الإفخارستية في كل الكنائس التقليدية، سر التناول ده تلاقوه متشابه في كل الكنائس التقليدية. طيب هل ورد التفاصيل ممارسته ازاي بدقة في الكتاب المقدس؟ لا، اتذكر عنه ان جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق وكل ده، لكن تفاصيل إقامة السر استلمناها بالتقليد. وزي ما قلنا التقليد دوت منذ البداية، وحتى اخواتنا البروتستانت اللي يقول لك انا ليا الكتاب بس، انا ليا الكتاب ايه بس، نقول لهم طب ما التقليد ده الكتاب شهد له. طيب انتوا في العهد القديم في حاجات ما جاتش في الكتاب، الاباء الرسل جابوها من التقليد واعترفوا بيها، طب ليه انتوا بتنكروا التقليد؟ يعني ورد في رسالة يهوذا الخصومة اللي حصلت بين رئيس الملائكة ميخائيل والشيطان على جسد موسى، اللي جت في رسالة معلمنا يهوذا الرسول، يقول أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. طب ده ما وردش في العهد القديم كله، قديس يهوذا عارفه من التقليد، طب ليه تنكروا التقليد مع ان الكتاب نفسه بيشهد للتقليد؟ معلمنا بولس الرسول يوصف ما حصل مع موسى وهو على الجبل اما تلقى الشريعة. معلمنا بولس في رسالة العبرانيين 12 يقول وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. طب القول بتاع موسى دوت لما تقلبه في العهد القديم كله مش موجود، طب جابوا مين؟ منين معلمنا بولس الرسول؟ من التقليد. طيب إذن الآباء الرسل هو بيشهدوا للتقليد. حاجة تاني في سفر الرؤيا وفي رسالة معلمنا بطرس الرسول أما يتكلم على بلعام لما ألقى معصرة، ففي سفر الرؤيا يقول أن عندك قوما متمسكين بتعاليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. طبعا في سفر العدد ذكر أن هم زنوا بالفعل وعملوا كده، لكن لم يذكر أن دي كان بمشورة مين؟ بلعام. لكن عرفنا منين؟ من العهد الجديد، وقال عليه عنه القديس بطرس الرسول ويهوذا، يقول وصفوا بلعام بيقولوا احب اجرة الاسم. كل ده لم يرد في العهد القديم، لكن ابائنا الرسل اقروه واعتمدوه. معلمنا يعقوب الرسول يتكلم عن نبوة أخنوخ برضو لم ترد في العهد القديم، يقول وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم. طب النبوة دهيت وردت في العهد القديم؟
طب عرفها منين معلمنا يهوذا؟ من التقليد ده، غير طبعا الختان ده موجود من قبل كده، ابراهيم عمله اولاده فين وفين لما ظهر. عشان كده من حكمة كنيستنا وأمانتها إن عايشة كما قال الكتاب بالفعل، حتى التقليد اللي يقولوا احنا ماشيين حسب الكتاب. طب الكتاب نفسه هو اللي علمنا ايه؟ مبدأ التقليد. عشان كده الذي لا يؤمن بالتقليد بيخسر كتير قوي، لأن التقليد له فوائد عديدة، لأن حتى اللي بيقولوا احنا لينا الكتاب المقدس بس، طب هو احنا عرفنا ان الكتاب المقدس ده هو الكتاب المقدس منين؟ مين اللي علمنا؟ انا فاكر موقف عشته وشفته بعيني زمان قوي وانا كنت صغير خالص، يعني شاب صغير او اقل من الشباب شوية، كنت صبي، وحضرت مناقشة مع المتنيح مثلث الرحمات الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي، وكان أمين خدمة، مع شخص آخر بروتستانتي من البروتستانت اللي هم يعني إيه متمسكين قوي بالفكر البروتستانتي. فكان جاي بيتكلم مع الأنبا أبراهام يقول له شوف أقول لك حاجة، عايز تكلمني كلمني من الكتاب المقدس، انا لا اؤمن الا بالكتاب الايه المقدس بس. فرد عليه انبا ابراهام قال له ومين قال لك ان ده هو الكتاب المقدس؟ تضمن منين ان ده هو الكتاب الايه؟ قال له لا، ده انا استلمته من ابويا وابويا استلمه من جدي واستلمناه من جيل لجيل. قال له طب ما هو ده التقليد، ده التقليد نفسه هو اللي سلمنا الكتاب المقدس، لان كان فيه كتب مدسوسه كتير، وممكن ناس كانت تزور كتير، لكن الاباء في المجامع المقدسه بناء على التقليد السليم حددوا ان اسفار الكتاب المقدس هي دي وسلموها لنا. فلولا التقليد حتى الكتاب المقدس نضمن منين ان ده هو الكتاب المقدس؟ عشان كده التقليد له فايدة، بيه وصل لنا الكتاب المقدس، بي وصل لنا كل تراث الكنيسة وتعليم ربنا له المجد اللي استلمناه من الآباء الرسل وخلفائهم. فلو لم نكن نؤمن بالتقليد هنخسر كل هذا الكنز الكبير. التقليد هو اللي حفظ لنا الإيمان السليم، إن ما يتغيرش. عشان كده يقول الإيمان مسلم مرة من القديسين. التقليد حفظ لنا عقائد وتعاليم كتير عايشين بيها، زي ما قلنا يوم الحد، وشريعة الزوجة الواحدة، الصلاة على المنتقلين، الكهنوت والرسامات بتاعته، رسم الصليب. هو رسم الصليب دوت موجود في الكتاب المقدس؟
لكن تلاقوا كل المسيحيين اللي هم من الكنائس التقليدية التي تؤمن بالتقليد، حتى لو تختلف معنا في الإيمان في أمور أخرى، لكن عندهم مبدأ الإيمان بالتقليد، زي الروم الكنيسة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية، دي كنائس تقليدية. تلاقي كله يؤمن بالصليب وبرشم الصليب، كلهم يرشموا ايه؟ طب ده جه في الكتاب المقدس؟ لا، لكن استلمناه من التقليد. لكن الحقيقة لازم نعرف برضو، طب ليه البروتستانت بيرفضوا التقليد رغم ان كل الحاجات ده هي لها اسندها في الكتاب المقدس؟ الحقيقة بيفهموا خطأ ويترجموا خطأ بعض الآيات، يقولوا ده السيد المسيح نفسه اللي قال كده. قال ايه؟ قال لما كلم وبخ الكتب والفريسيين وقال لهم أنتم لماذا تتعدون وصية الرب؟ بسبب تقليدكم. فشفتوا؟ يعني التقليد في تعدي على وصية ايه؟ ربنا. وقالوا برضو المعلمنا بولس الرسول يقول انظروا ان لا يكون احد يسبيكم بالفلسفة او بغرور باطل حسب تقليد الناس وليس حسب المسيح. قالوا مش الكتاب هو اللي بيقول كده؟ بيقول كده، لكن احنا مالنا بالتقاليد الخاطئة؟ مش كل تقليد بنقبله، لازم التقليد اللي بنقبله بيكون صحيح، اللي هو تعليم ربنا نفسه الذي لا يتعارض على الإطلاق مع الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس نفسه معانا، وبعدين احنا استلمناه من آباء موثوق فيهم، من الآباء الرسل، والآباء الرسل سلموا للي بعديهم، والمجامع المقدسة المسكونية أقرته. فإحنا لا نقصد به التعليم الباطل أو تعليم الناس، في فرق بين تعليم صحيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لتلميذه، تمسك بالتعليم الايه؟ الصحيح، لكن ما نتمسكش بالتعليم الخاطئة. لأن التعليم الصحيح هو الذي نتمسك به، ده غير أني لو ما خدناش بالتقليد بنخسر تراث كبير للكنيسة، لأن حتى بالإضافة لما سلمه ربنا له المجد لتلاميذه ورسل القديسين، الكنيسة على مر العصور أقرت تعليم بتجد حاجات جديدة ما بيكونش في وصية صريحة فيها، فالناس بتبقى محتارة يا ترى كده صح ولا غلط. فلما يكون في حيرة في حاجة بيتنعقد المجامع المسكونية ويدرسوا هل هذا الأمر يتفق مع الكتاب ولا لا، ويشرعوا، لأن ربنا أعطى الكنيسة سلطة التشريع والتقنين، قال لهم كل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلولا فين؟
ده سلطان التشريع، غلت سلطان المغفرة اللي هي في الاعتراف، من غفرتم لهم خطاياهم غفر لهم، من سكتموا عليهم أمسكت، ده سلطان آخر. لكن الحل والربط ده سلطان التشريع. فعلى مر العصور في غنى حصل في الكنيسة بتعاليم وتشريع وقوانين، وفي معايير بنقيم بيها عشان التقليد السليم منش من السليم. اول حاجة لازم انه ما يعارضش الكتاب الايه المقدس، وان يكون غير متعارض مع تقليد اخر. عمركم ما تلاقوا حاجة نقول خدناها بالتقليد تتعارض مع حاجة ايه اخرى، يبقى يتفق مع الكتاب المقدس ولا يتعارض مع اي تقليد اخر. ثالث حاجة الإجماع، أن يكون مقبول من الكل. زي ما قلت لكم كده يوم الحد، تلاقوا الكنائس كلها شرقا وغربا يقدسوا يوم الايه الأحد. شريعة الزوجة الواحدة، كل المسيحيين في كل العالم رسم الصليب، وهكذا الكهنوت، كل الكنائس التقليدية في العالم يؤمنوا بالكهنوت. فدي معايير بتخلينا نقدر نميز لو في حاجة مدسوسة او مش مظبوطة ومتعارضة مع الكتاب او مع التقاليد المعروفة، على طول ما نقبلهاش ونقول دي غير مقبولة. غير زي ما بقول لكم في كل جيل يعني بتظهر حاجات محتاجة تشريع. عارفين مثلا زي في الحمل الحقن المجهري، يقولوا ده حلال ولا حرام مثلا، بعض الحاجات التدخين او المخدرات يقولوا حلال ولا حرام، ففي حاجات كتيرة الكنيسة ما زالت بتضيف تشريعات تتفق مع الكتاب المقدس، لكن بتخلي الأمور واضحة للناس في حياتهم. كل تعليم استلمناه وأنتجته الكنيسة جيل يسلمه الجيل، والآباء الرسل بنفسهم بيوصوا. معلمنا بولس الرسول في رسائله لتسالونيكي ولكورنثوس يقول: إذن أيها الإخوة تمسكوا بالتقليدات التي تسلمتموها، سواء بالكلام أو برسالتنا. وقال: تجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي أخذه منا. ويقول كورنثوس: أمدحكم على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التقليدات التي سلمتها إليكم. كل دي تعابير التقاليد موجودة، لكن للأسف الشديد البروتستانت لما يجوا يترجموا الكتاب المقدس وكل الكلمات الخاصة بالتقاليد دهيت، يروحوا مترجمينها تعاليم، ما يترجموهاش ايه تقاليد. والحاجات الوحشة تعاليم الناس يسموها ايه تقليد. ورغم كل هذا ان هم يقولوا لا نؤمن بالتقليد، الا انهم عندهم تقليد برضو. تبص تلاقي في كتاب للصلوات خاص بيهم، طب ده جايبينه منين؟ وعندهم إقامة قصوص أو الشيوخ، يعني هم الكهنوت من عندهم مش زي عندنا، لكن في نظام كده لما يجوا هيقيموا قصة ولا حاجة، طب ده جايبينه منين؟ ما هو ده تقليدات. وفي الجواز في إجراءات كده برضو تتعمل.
وعندهم معلمين بيسلموا تعلمهم ويعلموها، واحد زي كيلفن والمارتن لوثر يحترموهم ويتبعوا تعاليمهم. فحتى هم اللي بيقولوا لا نؤمن بالتقليد نلاقي دون أن يدروا بيؤمنوا بالتقليد. وأكبر مثل قلته لكم، طب إزاي يؤمنوا بالكتاب المقدس اللي في إيدهم؟ مين قال لهم إن ده الكتاب المقدس؟ يرجعوا مضطرين يقولوا ده اللي استلمناه من أبائنا وأبائنا من أبائهم وهكذا. لكن كنيستنا باحتفاظها بهذا المبدأ التقليد كنيسة غنية سرية فيها إرث غني في كل شيء، بيبقى حية. عشان كده أي حد عايز يشوف الآباء الرسل عاشوا إزاي أو كانوا بيعيشوا إزاي يدخل كنيستنا فياخد فكرة عن إزاي المسيحيين عاشوا في العصور الأولى. هنكتفي بهذا القدر في موضوع التقليد وننقل لموضوع تاني. هسيب لكم بس دقيقتين كده ولا حاجة ونستأنف في الموضوع التاني. الموضوع التاني اللي هنكلمكم فيه موضوع جميل ومعاش، عشان كده العقيدة بالنسبة لنا مش مجرد تعليم بنقولها ولكن دي حياة نحياها ونعيشها. البروتستانت لا ينكرون الصوم، ولكن من الناحية العملية بيلغوه تقريبا. ليه بقى؟ لا يؤمنوا بالصوم الجماعي ولا بمواعيد خاصة للصوم ولا بطريقة الصوم. أمال صوم إيه بقى اللي بيصوموه؟ حسب هوى كل واحد. هما بس بيبقوا شاطرين بيعترضوا على كنيستها في أصوامها. طب ايه مشكلتكم بس في الصوم؟ قالوا لا 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 لا، الصوم لازم يكون في الخفاء. يقول لك متى صمت فادهن رأسك وما تبينش. وهنا يخلطوا ما بين العبادة الفردية والعبادة الجماعية بصفة عامة، لأن أركان العبادة الصوم والصلاة والصدقة دايما تشمل الاثنين. فالصلاة الفردية يقول متى صمت، متى صليت، ادخل مخدعك واغلق بابك. ولكن هذا لا يمنع ان في صلاة جماعية يصليها الكل بروح واحد ونفس واحدة وصوت واحد، ولها أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. ده لما بطرس ويوحنا اتسجنوا الكنيسة كلها صاموا بنفس واحدة. يقول فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله. حتى هم البروتستانت ما بيجتمعوا برضو يصلوا، رغم ان وبيقدروا يميزوا بين الصلاة الفردية والصلاة الجماعية.
وكذلك الصدقة في الخفاء، لا تعرف يمينك ما تفعله يسارك، ولكن الكتاب نفسه في مناسبات معينة في العطاء العام. يعني لما داود النبي جمع من أجل بناء الهيكل ذكر ما قدمه هو وما قدمه رؤساء الآباء ورؤساء الأصباط ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء إشغال الملك بالتفصيل. كذلك في الصوم ممكن كل واحد في أي وقت يندر ويحدد مع رب اعترافه أنه هصوم يومين ثلاثة، أو في ناس بيندروا مثلا هيصوموا أسبوع زيادة في الصوم العدرة، أو نقول هنصوم للنجمة، هنصوم بمية وملح. دي حاجات فردية متاحة، دي لا تلغي دي، لكن في صوم جماعي فهم يعترضوا على الأصوام الجماعية. أول حاجة يعترضوا أن الصوم يكون في الخفاء، وإحنا ردنا على كده قلنا لا، في أصوام ممكن تصومها الكنيسة كلها، فيعترضوا على هذا الصوم الجماعي. نقول لهم ده في الكتاب المقدس ورد أمثلة كتيرة ابتداء من العهد القديم. فاكرين أستير وشعبها لما صاموا؟ فاكرين أهل نينوى لما صاموا كلهم مع بعض من كبيرهم إلى صغيرهم؟ فاكرين أيام عزرا ونحمية؟ يقول نحمية في اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسح وتراب. وعزرا يقول ناديت بصوم على نهر أهوى لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. وفي يوئيل يقول ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها. كل دي حاجات أصوام جماعية وردت في العهد القديم. المبدأ موجود ان الكنيسة كلها تصوم مع بعضها في أوقات معينة. وفي العهد الجديد أيضا في أمثلة لما سألوا السيد المسيح قالوا لماذا يصوم الفريسيين وتلاميذ يوحنا وتلاميذك لا يصومون؟ فقال لهم حين يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. وبالفعل الآباء الرسل صاموا معا وليس في الخفاء طبعا. والصوم اللي احنا بنصومه لغاية دلوقتي اللي بنسميه صوم الآباء الرسل، يقول الكتاب ان كانت الكنيسة بتصوم مع بعضيها أصوام جماعية. يقول فيما هم يخدمون الرب ويصومون. قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي. فصاموا وصلوا دي للمفرد ولا للجمع؟ معلمنا بولس الرسول لما كان هو وأهل السفينة كلهم، والسفينة كانت في هتغرق، كلهم صاموا.
طب امال انتوا بس بتبنوا كلامكم على ايه؟ يجيبوا بعض ايات كده ويتحججوا بيها ويفسروها غلط، يقولوا لا مفيش اصوام في مواعيد ثابته ومفيش اصوام جماعيه مطروقه لكل واحد بحريته. طب ليه؟ ما احنا جبنا لكم امثله كتيره، هي الاباء الرسل صاموا وصلوا وفي العهد القديم كذلك. يقولوا لا، معلمنا بولس الرسول قال لا يحكم مع احد عليكم في اكل او شرب او من جهه عيد او هلال او سبت التي هي ظل الامور العتيده، واما الجسد فللمسيح. وبالتالي بيعترضوا على الاصوام الثابته، بيعتبروا ان دي لا يحكم احد عليكم. الله، طب نقول لهم ما الكتاب نفسه حدد كده، ده في سفر زكريا في اوقات ثابته، يقول صوم الشهر الرابع وصوم الشهر الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، ان الكنيسه جسد واحد وكنيستنا ماشيه على مبدا الكتاب، ما جئت لانقض بل لاكمل. المبدا الكتابي ان الكنيسه كلها لا بد كجسد واحد كل المؤمنين يصوموا مع بعض. ده هو نفسه اللي قال ادخل مخدعك واغلق بابك، قال ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فاكون في وسطهم. يبقى ما يجتمعش اثنين او ثلاثه يصلوا مع بعض، دي لا تلغي ديت. يقولوا لا، في حاجه تاني غير الصوم الجماعي وبمواعيد، وفي حاجه تاني غير المواعيد مثابته. ايه تاني؟ الطريقه اللي انتوا بتصوموا بيها، بتمنعوا اكل حيوانات وتصوموا نباتي، والكتاب بيقول لا يحكم احد عليكم في اكل وشرب. نقول لهم طيب مش تفهموا الكتاب كويس؟ كان المقصود بذلك المحرمات في الأطعمة بالنسبة لليهود. اللي هي ربنا أعلن للقديس بطرس لما خلاها يروح يقبل إيمان كورنيليوس ويعمده، وجاب له الملاية وقال له قم اذبح وإيه وكل. فقال له حاشا لي أن لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا، فصار إلي الصوت مطهرة ولا تدنسه أنت. ففي ناس يهود لما المسيحية بدأت كانوا عايزين المسيحيين يعيشوا بنفس الايه؟ الفكر القديم، ان في حاجات ممنوعة. الممنوعات اللي في العهد القديم ديت كانت رمز للأمم في سلوكهم، لكن صار قبول للأمم، فعشان كده ربنا أباح له أن يأكل من كل إيه حاجة. هو اللي منع، هو اللي سمح، لأن لو ما سمحلوش ما كانش هيروح يعمد كورنيليوس، لأن الحاجات دي كانت ترمز للأمم في سلوكهم. فكان كل الحيوانات اللي الأمم بيتشبهوا بسلوك هذه الحيوانات كانت تعتبر حيوانات غير طاهرة، ما كانوش يأكلوها. ففي ناس أرادوا تهويد المسيحية إن يلتزموا بالعادات اليهودية، وفي حاجات ما يأكلوهاش. هي دي اللي قال عليها معلمنا بولس الرسول لا يحكم عليكم أحد في أكل وشرب، لكن الآية ده هي ما كانتش في مناسبة الحديث عن الصوم، لكن بيتكلم عن العادات اليهودية اللي هم عايزين يدخلوها المسيحية. في فرق بين الاتنين.
لما قال لا يحكم عليكم أحد ما كانش بيتكلم عن الصوم وعدمه، لا، عن عادات ناس تاكل حاجة أو ما تاكلش. لكن الصوم في كنيستنا ده صوم نسكي له معنى آخر. فاحنا الصوم في كنيستنا ما هوش مجرد كمان الامتناع أو الاكتفاء بالطعام النباتي، لا، ده احنا في وقت معين بيتصام فترة انقطاعي معينة بتختلف حسب درجة الصوم، ولما نيجي نفطر ناكل الأكل النباتي دوت. طب وليه بناكل الأكل النباتي؟ لكذا سبب، لأن بنحاول نرجع للصورة الأولى اللي ربنا خلقها. آدم لما ربنا خلقه هو وحواء كان في الفردوس ما بيأكلش لحوم، فكان عايش على النباتات، وربنا لم يسمح بأكل اللحوم إلا بعد الطوفان. حتى لما ربنا خرج شعبه من مصر وحب يعلم في البرية، الأول وجاعه، الأول ادهم ايه؟ المن، فصاروا واحتجوا عايزين ياكلوا لحمة، فادهم السلوى، ولكن رغم كده عاقبهم على تذمرهم فضربهم ضربة مات منهم كتير، لدرجة تسمى المكان قبروت، لأنهم أي قبور الشهوة، عشان الشهوة أكل اللحم. دي كلها حقائق كتابية بتخلينا لما نصوم بنمتنع فترة عن أكل اللحوم، بالإضافة لقصة دانيال والفتية. لما كانوا صايمين رفضوا أن يأكلوا من أطايب الملك وخمر مشروبه، وكانوا عايشين على القطاني. طب ليه الكنيسة بتعيش كده؟ لأن دي أولا بتذكرنا بحياة الإنسان قبل السقوط، وبالنظام اللي ربنا خلقنا عليه في الأصل، بالإضافة إن الأكل النباتي بيخلي الجسد قوي لكن هادي، لا يثير بالشهوة، غير أكل اللحوم. الأكل النباتي يخلي الإنسان قوي لكن مش شهواني، لكن اللحوم بتخلي الإنسان إيه؟ شهواني. لكن لا علاقة لها بالقوة. انتوا تلاقوا مثلا الفيل من اكلات اللحوم ولا النباتات؟ طيب الفيل الاقوى ولا الاسد؟ الفيل الاقوى ولا الاسد؟ نعم، انتوا مش عارفين يظهر. الاسد شرس، في شراسة، لكن الفيل وديع، ممكن عيل صغير يركب فوقيه كده ويفضل يلعب. تروحوا جنينة الحيوانات يركبوا الناس على الفيل كده ما يضرش، فطباعه هادية. الأسد شرس، لكن أنهي الأقوى؟ الفيل لو لف زلمته على الأسد ممكن يجيبه نصين، قوي جدا لكن وديع،
تلاقي القطة تبقى يقولوا ده قطة كده لكن شرسة. القطط شرسة على فكرة، حتى ما يحبوا يدلعوا واحد يقولوا ده قطة، أحيانا ما بتبقاش جلع لأن القطة شرسة. لكن شوفوا الحصان والحمار أنهي الأقوى؟ الحمار. والحصان يجر، أو البقر والجاموس أنهي الأقوى، الجاموس ولا لا؟ لكن لو في حيوان شرس، يعني مثلا عندكم الطور مثلا، في الطور والأسد والنمر والفهد والضبع، أيهما أقوى فيهم؟ الطور أقوى، لكن مين الأشرس؟ كل اللي قلناه دوت. الطور لو غزوه ممكن بقرنه كده يطير الأسد بعيد خالص، بس مين الأشرس؟ الأسد، وجسمه مرن كده فيفضل يعمل مناورات. لكن الطور لو اتملكه هيطيره خالص. فهي عايز اقول ان الاكل نوعيته بتأثر على سلوك الانسان. فالانسان الصوام اللي بياكل اكل نباتي تلاقي صحته كويسة وقوي وهيلسي، ما عندوش ضيق شرايين ولا كوليسترول ولا كل الامراض اللي هي بتضعف. ورغم ان بتبقى صحي كده وقوي وفي حيوية، لكن وديع وهادي. واحد ياكل لحوم تلاقي طبيعته شرسة، يعني ممكن مفهوش حيل يعمل حاجة لكن يعني يبقى شرس، بس طبعه شرس. فالأصوام بتخلي الإنسان هادي، والأكل له تأثير في السلوك، ودي تلاحظوها في عادات الشعوب، حسب ما بيأكلوا بيتأثروا، طباعهم بتتشكل. تلاقوا ان الشعب اللي ياكل لحم خنزير كتير تلاقي عنده كده برود، اللي ياكل مثلا غنم كتير يبقى يعني برضو يفرق، الغنم يفرق عن الايه؟ الخنزير. فحكمة الكنيسة على كل حال في الأصوام دهيت، أولا ليها أساس كتابي، ثانيا لأنها بتبقى ليها دور في الإنسان. فيجوا يعترضوا بآية تاني يقولوا ما انتوا اللي قال الكتاب قال عليكم إن في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تبعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين منعين عن الزواج وأمرين أن يمتنع عن أطعمة خلقها الله لتتناول بالشكر. ده البروتستانت يقولوا كده، يقولوا في فرق بين احنا بنحرم حاجة، وفي فرق ان احنا بنعيش فترة نسك لفترة معينة بنصوم وبنرجع ناكل كل حاجة. احنا مش بنحرم اللحمة، والدليل على كده ان في العيد بنبقى لسه متناولين وبنروح ناكل لحمة، ما هياش خطية ولا حرام، ولكن ده نوع من الايه؟ من النسك. يقولوا طب امال الرسول قال دي على مين؟ قال على في بعض البدع اللي ظهرت، اللي هو اتباع ماني والمونتانيين
كانوا بيحرموا الزواج ويحرموا أكل اللحوم وما إلى ذلك. ففي ناس بتحرم لكن احنا ما بنحرمش، بيبقى في فترة صوم وبعد الصوم الإنسان بيأكل كل حاجة، فهنا ما فيش تحريم. أو الزواج عندنا سر الزيجة، في ناس عايزة تترهبن لكن مش بتترهبن عشان الزواج خطية أو حرام، لا ده عشان يتفرغوا للعبادة أكتر، لكن نظرتنا للزواج مقدسة. ففي فرق بين التحريم وبين الايه؟ النسك والتعبد. فدي بعض آيات هم بيرتكنوا إليها ويفسروها غلط وخطأ، لكن طبعا احنا يعني ما بنبصش، ما هوشش الحاجات دي تنطبق على الأصوام بتاعتنا. ده بالإضافة ان ربنا أعطى للسلطان للكنيسة انها تنظم. قلنا ان ربنا ادى للكنيسة سلطة التشريع والتقنين، يعني لو الكنيسة بحكمة الروح القدس اللي وهبها لها ربنا بنعمة الروح القدس ممكن بتهيئ البرنامج الروحي والحياتي للمؤمنين اللي يعيشوا عليه لأجل نموهم الروحي، فيرتبوا مناسبات للأصوام والصلوات المؤمنين يعيشوا بيها لبنيانهم ولفايدتهم الروحية، لأن ادهم السلطان ده، ما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. وبالتالي لما الكنيسة ترتب أوقات للأصوام فده وضع كتابي، مستندين على أساس إيه؟ كتابي. لكن البروتستانت لا، يمجدوا حرية الفرد، مش عايزين أي سلطة للكنيسة عليهم، وعشان كده بيعترضوا على الأصوام بصفة خاصة. دي أهم حاجات هم بيعترضوا عليها على الصوم. لكن طبعا زي ما قلنا إنها لا تتفق مع الكتاب المقدس اعتراضاتهم هذه، أو مبنية على تفسير خاطئ لبعض آيات الكتاب المقدس. هنكتفي بكده النهاردة ونجاوب أسئلتكم. أقليل هم الذين يخلصون. الكتاب قال واسع هو الباب ورحب الطريق المؤدي للهلاك، وقرب هو الطريق ضيق هو الباب وقرب الطريق، أو قرب هو الطريق وضيق هو الباب المؤدي، وقليلون الذين يجدونه. السيد المسيح قال كده، نيافتك ذكرت في المحاضرة السابقة أن البنت ممنوع تدخل الكنيسة أثناء ظروفها الشهرية، والمرأة نازفة الدم لمست ثوب السيد المسيح، إذن لماذا هو ممنوع؟ أولا هي ما لمستهوش، هو قالت ألمس ولو هد بإيه؟ ثوبه. وكان في الشارع، وكان فين؟ في الشارع، والشارع مليان من كل لون، فأدب حضور الكنيسة شيء والشارع شيء، ورغم كده ما جرأتش انها تلمسه، قالت ألمس ولو هد بإيه؟ ثوب. بيقول ورد في القداس الباسيلي وقام من بين الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب. ما معنى جلس عن يمينك أيها الآب؟ الآب ليس له يمين أو شمال، ولكن كلمة اليمين
كناية عن القوة والعظمة. لما حد يوصف حد ان يكون بيعتمد عليه قوي يقول ده دراعي ايه اليمين. عشان كده في ايات اخرى تقول جلس عن يمين العظمة في الاعالي او عن يمين القوة في الاعالي. فعن يمين الاب يعني في اوج قوة الاب وعظمة الاب. لماذا عند قراءة الإنجيل نقف وعند قراءة الإبراكسيس والكاثوليكون لا نقف؟ يعني لو قدرت تقف في كله يبقى كتر خيرك، لكن الإنجيل بصفة خاصة بيبقى تعليم وحياة السيد المسيح له المجد شخصياً. فالبشاير لها أهمية أكبر. في الإصحاح 3 القديس في إنجيل يوحنا: ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. ما المقصود؟ القديس يوحنا المعمدان بيتكلم عن السيد المسيح. فالقديس يوحنا المعمدان جاي ليعد الطريق للسيد المسيح، ومهمته بتنتهي ببداية السيد المسيح لخدمته. ان خلاص كل حتى تلاميذ يوحنا المعمدان راحوا لمين؟ للسيد المسيح. فعشان كده بيقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. يعني خلاص، يعني ايه؟ دوره بينتهي. لماذا أضيفت القطعة بالمسيح يسوع ربنا اللي هي في آخر أبانا الذي؟ يعني لأن هو نفسه اللي قال إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، كل شيء تطلبونه باسمي تنالونه. فعشان كده في الختام الصلاة نقول بالمسيح يسوع ربنا، هو اللي قال لنا إن نقول كل حاجة باسمه. في الأشية بنقول: ففيما نصنع ذكرى ألامه المقدسة وصعوده للسماوات وجلسه عن يمينك يا الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات. احنا بنعيش في القداس المراحل كلها. وبنعيش عربون السماء. إن هنتوجد مع المسيح في السماء. عشان كده في صلاة الأشبية نقول: إذا ما وقفنا فيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. في السماء هيبقى المسيح وإحنا حواليه. وبالتالي هنا على المذبح بيبقى نفس الوضع. فدي كلها بتذكرنا أيضا بظهوره الثاني وبمجيئي لما نكون معاه. هل الصوم النباتي صح ولا الانقطاعي؟ الاثنين مع بعض. يعني في ناس مش بتحب الفراخ واللحم، يبقى كده ده الصيام انا مش عارف ايه المفروض. يا سيدي انت مالك؟ اللي ما بيحبش يبقى جات له من عند، هو صايم طبيعي، انت زعلان ليه؟ لكن لازم يكون في انقطاع. قصه قلت ان الخدمه دعوه مش اي حد يدخلها. ازاي اعرف ان انا مدعو للخدمه من ربنا؟ هتلاقي حد بيقول لك ما تيجي تخدم. في امتحان الاسبوع الماضي كان في اسئله عن الصوم ونيافتك لسه شرحه. احنا قلنا فكره عامه المره اللي فاتت عن الخلافات كلها بما فيها الصوم في المقدمة، لكن ما دخلناش في التفاصيل. وبالتالي السؤال ما دخلش في التفاصيل، بيتكلم على الفكرة العامة. هو آدم وحواء طردوا من الجنة ولا الفردوس؟ الجنة هي الفردوس،
في الترجمة السبعينية يتقال عن الجنة فردوس النعيم، فهو حاجة واحدة. في سؤال مش عارف أقراه الحقيقة، أحيانا في ناس بيشتكوا إن مش كل حد يدخل أعداد خدام، الكتابة ما بنعرفش نقراها حتى، لازم اللي يدخل يكون يجيد القراءة والكتابة كويس، فأي واحد ما بيبقاش ناجح بدرجات كويسة في دراسته بيبقى لسه لم يجيد القراءة والإيه إلى أن يثبت إنه يقدر يجيد القراءة والكتابة ممكن نقبله. لكن بيجيلنا حاجات حتى السؤال ما بنعرفش، بيجيلنا خزعبلات في الامتحانات، حد مش عارف يكتب يخدم ازاي ده ولا يدخل ازاي، انا جايلي كلام مش عارف اقراه. يا ريت اللي كاتبين السؤال ده في بس في الاول كده بنيافتك لازم تسمعنا، من حقنا يكون لينا رأي، والباقي مش عارف اقراه. انا خدت ده بالشبه، يا ريت يتكتب بخط كويس. انا قلت الرأس الموضوع حاولت يعني ايه اعرفه عشان اساعد اللي بعت السؤال يكتب بوضوح شوية عشان اعرف اقرا. انا في ثالثة ثانوي نفسيتي تعبانة، اخدنا في مادة الجيولوجيا ان كوكب الارض نتج عن انفجار في الجو وتكون كوكب الارض، وفي الكتاب المقدس بيقول في سفر التكوين ربنا قال للشيء كن فكان. انا متلخبطة ومش عارفة اشرح ابدا. الجيولوجيا ما تتعارضش مع الكتاب المقدس، لرى الكون اتكون على مراحل، والمجموعة الشمسية دي اتكونت على مراحل. في فرق بين العصور الجيولوجية وبين خلقة الإنسان نفسها، فممكن العصور الجيولوجية دي تكون خدت ملايين السنين، خدت ايه يعني، كل المجموعة الشمسية دي ممكن تكون كانت حاجة واحدة وبعد كده ايه تكون اجزاء، يعني حاجات ما تتعارضش ابدا مع الكتاب المقدس. عاوزين امتحان اخر السنة زي امتحان الاونلاين يا سيدنا، ده بعدكو احنا عملناه بس عشان نساعدكو، عشان الخزعبلات اللي بنلاقيها في الاسئلة المقالية، لكن لازم الخادم يكون بيعرف يقرا ويكتب. احنا عملنا لكم الامتحانات دي ما فيهاش قرايه وكتابه، ما فيهاش كتابه، لكن لازم اللي بيخدم يكون بيعرف يقرا وايه، لو ما بيعرفش يكتب ما ينفعش يخدم. اظن الحاجات دي اجابت على اجابات اسئله كتيره في ناس عايزه تعرف. ممكن اعرف ليه بنصوم قبل التناول 9 ساعات؟ لازم تكون جفنه فاضي جدا ما فيهوش حاجه قبل التناول، فال9 ساعات ديت بتخلي المعده والامعاء بتبقى فاضيه، وبحيث نصيمين نستقبل ربنا يسوع المسيح واحنا ايه مستعدين روحيا وجسديا. التقليد هو الدسكولية ولا ده؟ الدسكولية حاجة من التقليد. الصوم معتمد على الأكل النباتي والبقوليات، وأنا أولادي عندهم أنيميا الفول مش عارف أخليهم يصوموا، ممكن أعرف ليهم وقت قد إيه في الصوم؟ الأطفال الصغيرين بيبقوا ممكن معفيين من الصوم، وخصوصا لو في ظروف مرضية، لكن لما بيكبروا بيبقى وضع تاني. لو حد مش بيقدر يصوم انقطاعي، هل ينفع يصوم اكل نباتي بس؟
لو له ظروف مرضية، لكن لو بدون ظروف مرضية يبقى دلع وما يبقاش صوم. لماذا لم تكتب كل المعجزات وأعمال السيد المسيح؟ لأن القديس يوحنا قال، لأن قال لو كتبت واحدة واحدة أظن أن العالم كله لا يسعى الكتب المكتوبة. ما معنى كاهن مشرطا؟ يعني اترسم بطريقة صحيحة من أب أسقف بطريقة شرعية. يعني في بيقولوا بالنسبة لما كملوش تعليمهم الخدمة ملهاش علاقة بخلاص النفس، يعني مش شرط ان كل واحد لازم يخدم. لو واحد ما خدمش مش هيترفض من الملكوت، ممكن يبقى قديس اكتر من اللي بيخدم كمان. تنظيم الخدمة يعني حاجة، وان حد محروم او مش هيخدم ده حاجة تاني. الخدمة بدعوة، لكن لازم الخدمة ليها شروط. وفي خدمات كتيرة أخرى مش خدمة التربية الكنسية وبس، ممكن في خدمات تانية كتيرة. لين يفتك فصلت الخدمة بنات وخدمة ولاد؟ تقصدوا إيه؟ مراحل ابتدائي الصغيرة مع بعض، إعدادي وثانوي مفصولة من زمان وفي كل مكان في الدنيا. في برضو في بيسألوا على دخول البنات. أنا هريحكوا هقول لكم المراجع. أول حاجة، الموضوع ده ورد في سفر اللويين إصحاح 12. يا ريت اللي عايز يعرف يكتب المراجع اللي هقول لكم عليها دهيت، عشان اللي يعلم بحاجة، احنا كنيسة تقليدية لازم يكون تعليمنا مش رأي شخصي، لازم يكون مبني على ايه؟ ما تسلمناه. فأول حاجة الكتاب المقدس سفر اللويين إصحاح 12. في كتب لآباء عظام في الكنيسة، في مثلا كتاب سنوات مع أسئلة الناس لقداسة البابا شنودة الجزء الرابع صفحة 73. للبابا شنودة أيضا في كتاب اكرم أباك وأمك، يقول له اذكر ان امك قعدت 40 يوم ما دخلتش الكنيسة بسببك، من اسباب الاكرام. يعني في كتاب برضو للبابا شنودة نبذة عن السيدة العذراء، في اسئلة واجوبة ايام ما كانت شرايط، بس دلوقتي الشرايط اتلغت، كان شريط رقم 16 وشريط رقم 21. في كتاب الموسوعة الطقسية للمتنيح الأنبا غريغوريوس، في آخر الموسوعة خالص في مقالين كبار قوي كانوا منشورين في وطني بعنوان قوانين الكنيسة تأمر لا تدخل امرأة حائض إلى الكنيسة ولكنها لا تكف عن التسبيح في البيت. برضو الأنبا غريغوريوس الدرس الأول للمرأة، والأنبا غريغوريوس أيضا أحد التناصير أو المولود أعمى. للأنبا غريغوريوس أيضا القيم الروحية في سر الزيجة، غير طبعا كتب طقسية قديمة ممكن ما تلاقوهاش في قوانين الكنيسة، ممكن مش مطبوعة ومش متاحة. يعني فيكفي اللي قلناه دوت. يعني اللي عايز يرجع لمراجع لآباء كبار مشهورين. حد تاني سمح بيبقى على مسؤوليته، لكن احنا ملتزمين بما تسلمناه.
بالنسبة للي ليهم ظروف معينة ما تسمح لهمش يدخلوا الكنيسة، ممكن في أماكن أخرى يقعدوا فيها، يعني البلكونات ممكن. مش معنى كده إن في البلكونات عندهم ظروف ولا غيره، لكن العدد لما بيزيد بيطلعوا فوق، ممكن برضو اللي عندها ظروف تبقى تطلع فوق. ربنا يفرح قلبكم، واللي عايز حاجة ربنا ينولها له. بس الكتاب يقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. اهم حاجة الواحد يكون مطلوبه الايه؟ الملكوت. طب نكتفي بكده عشان يعني ما نأخركوش بزيادة.